زي ما شفنا مع بعض دلوقتي وعلى الهواء مباشرة في بث حي ومباشر وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مشروع بشاير 2 بوسط الإسكندرية من ضمن مشاريع تطوير العشوائيات بغيط العنب، وطبعا من ضمن بشاير الخير اللي كانت موجودة كمان معانا هنا في صباح الورد كانت بطلتنا بطلة العالم في الكاراتيه سلمى علاء الدين ومدربها كابتن محمد حمدي. صباح الورد عليكم. صباح الورد. كان وش البرنامج حلو عليكم لأنه كنتوا معانا، وسلمى وقتها قالت أنا نفسي أقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالفعل حلمها اتحقق من يومين في احتفالية اليوم العالمي بذوي الاحتياجات الخاصة. ما تيجي نشوف طب اللقطة بتاعت سلمى كده استضفنا فيها سلمى. 2014 كانت سلمى طلبت يعني مقابلة سيادة الرئيس يعني، وده شرف لينا والله. احنا ده بالنسبة لنا الدعم المعنوي فعلا اللي احنا نتمناه. ده نداء من خلال شاشة قناة تان برنامج صباح الورد لسيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. سلمى بطلة مصر سلمى علاء نفسها تقابلك يا سيادة الرئيس. قولي يا سلمى وابعتي له رسالة من خلال الشاشة. رسالة يلا لسيادة الرئيس. انا عاوزة اشوف السيسي. أيوه. سلمى علاء. سلمى علاء عشان انا جد مصر اهو، عشان اجيب الفنان معاك. سلمى. ايه يا سلمى، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده كله؟ احكي لي بقى اللي حصل، احكي لي انت كنت هنا معانا وقلنا لك يا سلمى نفسك في ايه؟ نفسك توجهي لسياده الرئيس ايه؟ قلتي نفسي اشوفه واسلم عليه. يمكن اقل من شهر ولا خلال شهر الحلم اتحقق ولقيتي نفسك واقفه قدام سياده الرئيس وبيسلم عليكي وبيتكلم معاكي وقلتي له حاجات وقال لك حاجات، ده غير بقى العرض اللي عملتيه وحاجات حلوه كتير. احكي لي كده ايه اللي حصل. وعايزين نقول لك الاول مبروك 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 على الفوز والمركز الاول على مستوى العالم. انا برضو انا فرحانه تحت قوي، نطت وصوته شفته عينيا هموت فرحه شفته عينيا شفته قدام عينيها. ايوه يعني هتموت من الفرحه. فرحتي وكنت هتموتي من الفرحه بعد الشر عليكي. يا رب دايما فرحانه وتنططي من الفرحه عشان شفتيه قدام عينيكي. ايه تاني بقى؟ ايه يعني احكي لي كده اللحظه دي، انا يعني عارفه ان هي بتبقى لحظه يعني فيها حاجات كتير. وانا برضو انا شفته انا اول الاول انت كنت مصدقه. طب نمسك الموضوع واحده واحده كده. انت هنا كان حلم من احلام سلمى ان هي تشوف سياده الرئيس. ايه اللي حصل؟ مين كلمك؟ كلم ماما او بابا في البيت؟ قال لهم ايه؟ انت صدقتي الموقف ولا حسيتي ان لا ده مش هيحصل من الاول كده؟ لا هو شافني انا على بكلتي على بيتي، شافني العب لبس صح جميل صح. انت بطله كاراتيه مش بس بتلعبي كاراتيه. سلمى احكي لنا بقى وانت في الحفله وبتحضروا، انتوا كنتوا بتحضروا للحفله دي وعملتي عرض قدام سياده الرئيس صح؟ وانت بتحضري بقى احكي لنا كابتن محمد وكان بيدربك ازاي؟ اخدتوا كام يوم بتتدربوا؟ انا كل يوم روفر. كل يوم روفر. أيوة. كل يوم بنعملها كل يوم بنعملها والكابتن بيعملهالي كاراتيه. ايوه هو مهالي كابتن يقف جنبي. انت وزمالك؟ انا صحابي وكده. و كابتن تعب معايا قوي قوي واحنا بنشكره قوي قوي قوي. كابتن محمد بجد يعني مشكورا وحاجات كتير. انت عارف احنا اتقابلنا مره قبل كده. عايزه اعرف يعني سلمى وصل لها الخبر ازاي او لاسرتها ازاي ان هي هيتم تكريمها خلال هذا الحفل، وبداتوا برضو تجهزوا ازاي؟ ويعني قول لي كده التجهيزات اللي عملتوها قبلها. والله هي كانت مفاجاه لينا كلنا. هو كان المفروض ان هو الاحتفال باليوم العالمي للولاد ذوي الاعاقه، فكان في ترتيبات ان هو حفله عاديه وما كانش على فكره هو سياده الرئيس يعني شبه فاجئ الناس ان هو هيحضر الحفله. فتغيرت الترتيبات هي كلها. هي الحفله كانت مفاجاه لينا كلنا الحقيقه يعني. احنا كنا يعني فاهمين حفله، لكن الحفله كانت يعني روعه، حاجه فظيعه يعني. وبصراحه الناس كلها اللي كانوا قائمين على الموضوع يعني الدكتور اشرف صبحي طبعا وزير الرياضه يعني بجد الانسان جميل جدا جدا، ويعني من افضل الناس اللي موجوده دلوقتي يعني. طبعا والدكتوره امل مبده طبعا رئيسه الاتحاد. الناس دي فعلا مشكورين جدا ان هم تعبوا فعلا في الموضوع ده، لان هم اللي كانوا
بيحضروا له من بدري. استاذ محمد يعني كابتن محمد عايزين نتكلم على نقطه مهمه قوي، لان سلمى في الحقيقه بتعلمنا كلنا درس مهم قوي، وهو درس الامل وان انت تبقى مؤمن بحلمك. يعني سلمى اول مره جت قعدت معانا قالت ايه، انا كنت داخله البطوله بقول انا هكسب، انا هاخد مركز اول، وفعلا حققت ده. قالت انا عايزه اقابل، نفسي اقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفعلا حققت ده. اعتقد ان ده يعني بيخلينا كلنا او بيلفت نظرنا ان لما نيجي نحلم ما نقعدش نبص حوالينا كتير ونقارن نفسنا. لا يعني يعني سلمى مثلا ما حسيناش عماله تقولي انا كنت بشوف فلان وبحاول اراقبه واشوفه بيتدرب ازاي. لا، هي مركزه في نفسها وعندها يقين يعني 100% في الحاجه اللي هي عايزاها، عشان كده اتحققت وبسرعه، مش كده ولا سلمى؟ سلمى دي حقيقه، سلمى بالذات من يعني واحنا في بطوله العالم هي ما كانتش بتركز مين احسن منها، ولا هي مركزه ان انا هكسب. وقالتها لي فعلا قبل اللعب، يعني انا بصراحه انا شخصيا كنت خايف، لان شفت برضو مستويات عاليه موجوده، وشفت وفي تصنيفات معينه بتنزل اللعيبه قوي. فسلمى وهي داخله على الملعب قالت لي يا كابتن ان شاء الله انا هاخد اول. قلت لها يا رب يا سلمى ناخد اول يعني. وبالفعل يعني وهي بتلعب في النهائي فعلا ابهرت كل حتى الحكام، يعني حصل يعني انبهروا بيها جدا، ولقيت الدرجات بتاعتها عاليه. فيعني مش عايز اقول لك كانت فرحه ليا جامده جدا ان انا ارجع بمركز اول طبعا لسلمى ولمصر. ويعني في شعور تاني خالص بقى لما علم مصر بيترفع والنشيد الوطني. لحظه صحيح جميله طبعا، والله لازم بنعيط. طبعا احنا نفسنا اللي بعيد اللي بنشوفها من خلال الشاشات والتلفزيون بنبقى حاسين احساس يعني بالفرح. طب ما خلينا بقى نشوف الشهادات اللي معانا دي برضو، حضرتك تعرضها كده قدام الكاميرا وتحكي لنا عليها والميداليات. وعايزين نتكلم على الجوائز دي يا سلمى. دي شهادة سيادة الرئيس بتاعت الوسام يعني. طيب ممكن حضرتك تعرضها برضو قدام الكاميرا. دي شهادة اللي اخدناها من الرئاسة. الرئاسة يعني. ايوه. سيادة الرئيس. سلمى يعني احنا سلمى احنا دي امضة الرئيس قاعدين مكسوفين ليه يا سلمى؟ سلمى وانت بتتكلمي واللقطة اللي كانت معانا وانت بتسلمي مع الرئيس، كنت بتقولي له حاجة وعملتي له كده؟ يعني انت قلتي له ايه؟ انا عايز اعرف كده تاني، دي اللي هو انا عايز اشوفك تاني ولا ايه؟ عشان تاخديني معاكي ساعتها. سباق جاي ان شاء الله. وعدتي انك السباق الجاي هتطلعي الاولى ان شاء الله؟ جيبه ان شاء الله الجاي كان ان شاء الله. شفتي انا هشوفها اهي دلوقتي، بصي هتتعد اهو، هتروحي اهو تاني هتقولي له اهو مره تاني. شفتي انا بدقق انا في الحاجات الصغيره دي. هو لا انا جيت لك اهو، لان هو يعني وصل له ان هي عايزه تشوفه كده. ايوه. فانت قلتي له انا عايزه اشوفك تاني ولا قلتي له انا هاخد بطولات تاني؟ هو قال لي كده. هو قال كده يا سلمى تعالى العب تاني، سلمى بتعلم تاني. قال لي. طب شفتي بقى؟ هو قال لي. شفتي سياده الرئيس بنفسه قال لك كده يا سلمى، كده يا سلمى مش تاخديني معاكي المره الجايه وعد. طيب الميداليات برضو اللي قدامنا دي برضو دي برضو ده وسام. انت بتتعلم وسام ده بقى ايه؟ قولي بقى كده يا سلمى ده ايه؟ يلا الكاميرا تقطع عليه. وسام الرياضه. ده وسام الرياضه لك. وسام الرياضه من الطبقه الاولى. الطبقه الاولى. وسام الرياضه ده اللي احنا شايفينه قدام الكاميرا دلوقتي وهنشوفه دلوقتي، الكاميرا هتقطع عليه. ده وسام الرياضه من الطبقه الاولى. من الطبقه الاولى. هو ده اعلى وسام في الرياضه. ده اعلى وسام في الرياضه. يعني احنا بنتكلم على اعلى وسام في الرياضه حصلت عليه بطلتنا سلمى. دي كانت المفاجاه الثانيه لينا على فكره. دي كانت ليه بقى ثاني مفاجاه؟ ليه؟ يعني بيتهيألي في كمان وسام تاني اهو، مش كده؟ يا سلمى خدت وسام وانا خدت وسام. نفس الوسام. تمام. بتقول بقى كانت دي المفاجأة، يعني اتفاجئت بيها ازاي؟ هي أول مفاجأة لينا ان احنا هنعمل عرض أصلا قدام الرئيس، ده كان مفاجأة جامدة. تلقيتوا ده ازاي ومين بلغكوا؟ احنا بلغنا طبعا، كان في المخرج بتاع العرض كان الأستاذ عاطف عوض. من الناس الجميله برضو يعني اللي احب اشكرها يعني. طبعا فنان محترف من زمان. يعني بلغنا وبلغ مامة سلمى ان الرئيس هيحضر العرض وايه، وانا عايز اشوف الجروب بتاع المنتخب مصر للكاراتيه نشوف يعني ممكن يعملوا عرض يعني ولا لا يعني. اخدتوا وقت قد ايه في التدريب والتحضير؟ احنا خدنا ما فيش والله، احنا قبل تقريبا قبل الحفله بحوالي 10 ايام بدانا نتجمع. لان انا عندي اولاد من بيجوا من اسكندريه ومنصوره. حضرتك قلت من كذا محافظه. من كذا محافظه. فعلى بال ما جمع عشان يجوا طبعا الموضوع صعب جدا يعني. فجمعتهم تقريبا قبل الحفله ب 10 ايام، عملنا بروفا واحده، وقبل الحفله بحوالي 3 ايام بدانا عسكرنا في مكان يعني، وبدانا نروح المسرح نعمل بروفا في المسرح نفسها. تقريبا عملنا 3
ثلاث بروفات. ثلاث بروفات. سلمى احكي لنا بقى، كنت مبسوطه بالبروفات دي ولا كنت بتبقي تعبانه ولا؟ لا مش تعبانه. مش تعبانه خالص خالص. احكي لنا بقى كنت بتستمتعي ازاي بال يعني بتبقي مبسوطه ازاي كده؟ احكي لنا كده احساسك وانت بتروحي تتدربي، كنت بتنامي كام ساعه؟ تفتكري الحاجات دي؟ انا كتبت علي خش نامي يا سلمى، خش نامي يا سلمى عشان عارفه عشان عندنا تمرين بدري عشان العب حلوه. كنت بتلعبي لعبه حلوه؟ كنت بتسمعي بقى كلام الكابتن ولا كنت بتعملي اللي في دماغك؟ لا مش دماغي، لا انا كلام الكابتن بس. كلام الكابتن بس. سلمى مثال بجد، يعني احنا بنتعلم منك. كابتن محمد حضرتك هنا من خلال صباح الورد يمكن من شهر في لقائنا الاولاني، كنت بتطالب ان يبقى في اهتمام اكتر ب يعني طبعا كل اللي بيلعبوا العاب خاصه بذوي الاحتياجات الخاصه. بعد الحفله وبعد الموقف ده وبعد العرض اللي عملتوه وبعد ما قابلتوا الرئيس، ايه احساسك وقول لي ايه اللي اتغير في خلال الفتره دي؟ يا حسيت بايه؟ يعني انت كنت من شهر بتقول انا محتاج ان يبقى في حد شايفنا اكتر، محتاج يبقى في دعم اكتر، وده تحقق وطلعتوا وكان في عرض مقام قدام سياده الرئيس واتكلم معاك وسلم عليك، واكيد كان في يعني حوار رايح جاي. احكي لنا كده احساسك بقى بعدها. هو والله طبعا يعني احنا بنحمد ربنا، احنا من 2014 من اول بطوله عالم طلعناها، واحنا بنتمنى ان احنا نقابل الرئيس ونتمنى اهتمام من المسؤولين في الموضوع ده. ف يعني السنه دي الحمد لله طبعا يعني مبادره الرئيس في موضوع ذوي الاحتياجات الخاصه بتاع بدا فعلا الناس يعني نظرها يلتفت شويه للولاد واللي بيشتغلوا والعاملين في المجال دوت يعني. بس هم تقريبا لسه برضو مش فاهمين الرئيس عايز ايه. يعني هو الرئيس يعني اطلق المبادره وهم في بعض المسؤولين لسه مش مستوعبين اللي هي الموضوع. باختلافاتنا قادرون باختلافات، قادرون باختلاف مش كده؟ قادرون باختلاف. نتمنى ان هم برضو ايه يعني. طب وصلت لك ازاي فلسفه المبادره دي ولحظه ما سلمت على الرئيس عبد الفتاح السيسي على المسرح؟ بيتهيألي خلاص كانت فرصتك، يعني هو قدامك وانت بتسلم عليه وكان انت اوريدي ليك حاجات بتطلبها في هذا المجال. هو المجال نفسه، المجال اللي احنا كنا فيه يعني ما كانش مجال ان انا اقدر اطلب. قلت له ايه الحوار اللي دار بينكم؟ بصراحه قلت له كده باللفظ، قلت له احنا انا بقالي 25 سنه في المجال دوت. لاول مره من 25 سنه يحصل تكريم للولاد ولينا. دي حقيقه. احنا عايزين نقول حاجه، ان اول مره يعني نحس ان في اهتمام بذوي القدرات الخاصه بشكل عام. يعني دي حقيقة فعلا، منذ يعني اطلاق السنه بتاعتهم واهتمام سياده الرئيس من ساعه ما تولى الحكم، احنا ما شفناش ده قبل كده وللاسف. خالص واحنا خالص. حتى احنا زعلانين من نفسنا ان احنا حتى ما كناش مهتمين بده. الـ 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 يعني هو نفسه قال لي انتوا ابطال وانتوا يعني تستحقوا التكريم يعني. طبعا طبعا هي مبادره حقيقي. هي صح. مبادره في الحقيقه مهمه، توقيتها مهم طبعا، ده على غرار اليوم العالمي لذوي الاعاقه. وان الرئيس سياده الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلق هذه المبادره فده معناه ان دي اشاره بقى بدء الوعي بالزبط. اكتر يعني في وعي مجتمعي. اتمنى بقى يبقى في وعي مجتمعي. صحيح، وعي مجتمعي ووعي اعلامي والى اخره. دمج يعني. اهم حاجه أشرت الحاجة دلوقتي مهمة جدا، وقلت يمكن سيادة الرئيس أطلق المبادرة لكن بعض المسؤولين مش فاهمين سيادته يقصد إيه. بمعنى إيه؟ يعني خلينا إحنا كمان نفهم من حضرتك كنت تقصد إيه بده. هو يعني يعني في حاجات معينة مثلا إحنا ما سافرنا بره، يعني معلش هقولها يعني. لا قلت يعني مثلا الطرق نفسها اللي بتصمم للزاوية الاحتياجات، التجهيزات يعني في بوينت كده بتتحط للحاجات دي في الخطه او في الخطه بالظبط يعني. طبعا احنا هنستاذنكم وبنشكركم شكرا جزيلا ومبروك يا سلمى. هننتقل دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين معانا لبث حي ومباشر ودخول الرئيس عبد الفتاح السيسي الى القاعه، ومن خلال الفيديو كونفرنس سيتابع المشروعات.